كشخص ساكن عند قرى بيواجه مشاكل كثيره جدا، منها الدوشه، ممكن تبقي قاعده في الشقه واللي بيبقى واقف في الدائره بيتكلم تبقي انت سامعه كل اللي هو بيقوله، مجرد ما بتشيلي التند خلاص الموضوع انتهى، كل اللي بره كشفك. يعني تعرفيش تشيلي التند تهوي مثلا الشقه، ما تعرفيش تشيلي التند تعملي اي حاجه. يعني مثلا اللي طالع ينشر لازم مجبر ان هو ينشر وهو طالع بطرحه وما اعرفش ايه، بيجوا يقفوا هنا في الركنه اللي هم عملوها جديد ديت مش اقل من 3 4 ساعات. يعني مثلا يعني يوم لما بنزهق مثلا نشد التند عشان تهوي الشقه تلاقي اللي واقف بالميكروباص يقعد يتفرج. لو مثلا الدائري واقف بتاع 10 دقايق انت دماغك هتصدع من كتر التيت اللي شغاله في العربيات. قبل كده حصل حادثه، العربيه نزلت هنا كان في هنا شجره كبيره اتنسفت كلها، فضل الشارع واقف بتاع 3 4 ايام ما فيش حد وما فيش طبعا مسؤول بيتكلم ولا بيعمل اي حاجه. احنا بنتخض في اليوم مش اقل من 3 4 مرات على صوت فو العجله اللي بتطير منهم ديت من كتر ما هم بيبقوا ماشيين بسرعه فظيعه. هنا عندنا في الشارع لما ركبوا الغاز حطوا الصندوق الاساسي او العمومي بتاع الغاز محطوط هنا، فالناس بتيجي تلم الزباله وتحرق هنا. طبعا ده لو الزباله لقطت من الغاز خلاص الموضوع هننفجر كلنا، مش هيبقى في حد في المنطقه. بقت تنزل مفيش اصلا صناديق زباله محطوطه في الشوارع تماما، فالناس يا بترمي تحت يا بترمي فوق. تحت الناس بدات السكان بداوا يزعقوا ولا ومحدش يرمي قدام بيتنا وبتضايقنا وما اعرفش ايه، فبداوا يطلعوا اللي هم فوق الدائريه يرموا الزباله لدرجه ان بقى في عربيات اصلا زباله بتيجي تاخد الزباله اللي هم الناس بترميها.